السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول اسم البرنامج اللي كبرنا بيه إشارة الماوس. طيب في الفيديو دوت أنا كنت كبرته منين؟ أنا شغال على برنامج اسمه كامتازيا. فالبرنامج دوت أول ما بتحط أي فيديو بيظهر لي هنا إن أنا أعدل فيه الصوت، إن أنا أعدل فيه السكيل بتاع الفيديو نفسه، إن أنا أكبر فيه الإشارة بتاعة الماوس، فبقدر إن أنا أتحكم فيها وأكبرها زي ما أنت شايف. وعندي حاجة اسمها برضو هايلايت من هنا، بحس ان انا طول ما انا بدوس كليك يبدأ يعمل هايلايت عشان الناس تاخد بالها. تمام، ففي بعض الامكانيات اللي هي ايه بتخلي الواحد يركز مع الماوس. طيب لو انا مش عايز كده، ده انا عايز اصلا اثناء الشغل، فانا ممكن اجي هنا على ماوس، بفتح الماوس سيتنج، او ممكن تفتحها من الكنترول بانل. هتلاقي بعض الاختيارات زي مثلا انت بتشتغل اكتر ليفت ولا بالرايت، ممكن يكون حد اشول فعايز يعكسها، السرعة بتاعتك هتبقى ماشي ازاي. طيب في خصائص تانية، هنا عندي مثلا الماوس بوينتر بيبدأ يجيب لي دوت، نبدأ بكبر السايز زي ما انت عايز، ساعتها الماوس بتاعك هيبقى كبير قوي زي ما انت شايف. فدي ابسط طريقة ومن غير اي برامج خالص. تمام، وممكن تغير اللون، ممكن تحمل حاجة من مثلا صورة معينة. وعندي اديشنال ماوس سيتنج برضو، في شوية اعدادات. تمام، ده مثلا السويتش بريمري اند سكندري بالشمال يمين واليمين شمال، الدبل كليك السرعة بتاعتها، البوينتر ممكن تحمل صورة، يعني هو دي صورة موجودة على الجهاز فانت تقدر ان انت تعمل براوز وتختار شكل اخر من اشكال البوينتر، ممكن يكون بس ايه اكبر شوية، يعني هتلاقي اشكال هنا باحجام مختلفة واشكال مختلفة زي ما انت شايف. طيب انا عايز اديله برضو برنامج، بس انا بصراحة مش عارف اسم البرنامج، فهعمل ايه؟ اروح داخل على الجيميناي، وهديله نفس السؤال ونشوف الاجابة، لكن ممكن هو يديني حاجة غلط فانا لازم اعمل تشيك. تمام، هديله نفس الحاجة كده. فهنستخدم الذكاء الاصطناعي، ولازم قبل ما اخد الاجابه واديها لصديقنا اتاكد منها، اعمل سيرش اتاكد انها موجوده. فبيقول لي دي الاعدادات بتاعت نظام التشغيل والماك، وفي برنامج اسمه زوم ات، وفي برنامج اسمه ماجنايفر بلس، في برنامج اسمه ويندوز ماجنايفر، دي موجوده اصلا. فانت ممكن تعمل تمام تبدا ان انت تشغلها. فدي بعض الادوات اللي ممكن توفر عليك وقت. تتاكد برضو عشان ممكن يكون في حاجه غلط، تفتح تتاكد من الطريقه اللي موجوده. تمام كده احنا ان شاء الله نكون اجبنا على السؤال. هسيب لكم الاجابه ديت، تمام، بحيث ان حد حابب يستفاد منها ان شاء الله.